بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي متابعين غيدا سبورت. فوز مهم جدا لمنتخبنا، عم يعزز صدارته بالمجموعه ب 18 نقطه. الف مبروك لمنتخبنا. المباراه انتهت بنتيجه 4-0 واداء حلو كتير للمنتخب. رح نحكي شوي عن تفاصيل المباراه والتشكيله. بدايه بتمنى منك اذا ما انك مشترك بالقناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، حط لايك على الفيديو اذا عجبك. منتخبنا بقياده الكابتن نبيل المعلول كان عم يلعب بخطة هجومية، كنا عم نشوف نفس هجومي جديد بالمنتخب، أسماء جديدة كانت عم تشارك مع المنتخب بغياب عمر خريبين، والسومة أتاح فرصة للمهاجمين الجداد أنا نشوفهم بالمنتخب مثل علاء الدالي. كان عم يلعب بعلاء الدالي كمهاجم رأس حربي صريح مع محمود المواس والحلاق كأجنحة. بالارتكاز كان عم يلعب إياز عثمان مع عنز، الدفاع كان عم يلعب مؤيد عجان، حسين جويد كأظهرة، وقلب الدفاع فارس أرناؤوط، سائر كروما، وعمرو ميداني، وبالحراسة إبراهيم علي. منتخبنا كان فرض شخصيته، فرض ضغطه على المباراة، يعني كان عم يضغط بشكل كبير، كان عم يهاجم وعم يستحوذ على الكرة بشكل أكثر من جزر المالديف. طبعا نحن المواجهة الماضية فزنا عليها بنتيجة 2-1، واللي ما متذكر المباراة ففزنا بضربة يعني من السومة بالأخير لحتى انتهت المباراة بآخر الدقائق ب 2-1 لأنه. اليوم عم نشوف مباراة أفضل من الماضي بكتير، كسيطرة كتكتيك كتوزيعات، رغم غياب السومة وأحمد الصالح وعدة لاعبين يعني منهم عمر خريبين، وعم نشوف 4 أهداف. عم نشوف كان في تضييع للفرص كمان. محمود المواس كان أفضل لاعب بالمباراة، كان رائع كتير، أخذ تقييم 9.8 أفضل تقييم بالمباراة. سجل هاتريك 29، سجل المواس الهدف الأول لمنتخبنا. كنت عم شوف الأظهرة كانت عم تشتغل شغل حلو، مؤيد العجان شوي ما كان مركز بتحسه صح، كان مثل بتحسه شوي مرهق، يمكن كان عم يلعب لأنه أدوار هجومية ودفاعية، عم حلو لعبه إنه عم يطلع ويرجع يساند الدفاع. استمر منتخبنا بالهجوم الضغط، علاء الدالي ما سجل ولا هدف، يسحب الدفاع عن محمود مواس ليكون مرتاح اكثر باللعب. ارتكب بالمالديف خطا بالدقيقه 34، تحصل فيها منتخبنا على ركله جزاء نفذ اياز عثمان وسجل فيها الهدف الثاني. طبعا ما لعب دفاع ابدا، وكثير انبسطنا بالمباراه لانه كنا عم نشوف الروح الهجوميه وعم نشوف روح المنتخب، يعني مباراه تحسب فعلا للمدرب نبيل معلول. كنا عم نشوف شغل المدرب بشكل مظبوط، كنا عم نشوف لمسات المدرب. حكيت بفيديو سابق انه المدرب لازم نعطيه فرصة، هو اكيد رح يعمل شيء حلو بس لحتى يكون في رسميات. الوديات ما فيك تقيم فيها المنتخب ابدا ولا فيك تقيم فيها المدرب. منتخبنا تابع هجوم وتابع ضغط وفرص، كانت العرضيات ما عم تشكل خطورة على جزر المالديف، كانت عم تقطع. كان في شوي عندي نقد لشوي بالدفاع، شوي دفاعنا لسه بده شوية شغل. اما هجوميا نحن ممتازين جدا بالهجوم وبالوسط. الاخيره من الشوط الاول كمان تحصل منتخبنا على ركله جزاء نفذ المواس وسجل منها الهدف الثالث لينتهي الشوط الاول ب 3-0. ينهي الشوط الاول منتخبنا من المباراه وهو مرتاح نفسيا. الشوط الثاني كون المنتخب متقدم بالشوط الاول 3-0، فالمدرب نبيل معلول صار يعمل تبديلات يغير لاعبين. شوف التبديلات يعني كلياتها كانت عم تتموضع بالارتكاز وبالدفاع، عم يحاول لهلق بتحس المدرب شوي اسا ما لاقى التشكيله الاساسيه للدفاع، باستثناء خروج علاء الدالي كان عم ينزل مارديك مارديكيان. كنت بتمنى اشوف محمود البحر بالهجوم يعطيه فرصه، بس ان شاء الله نشوفه المباراه القادمه. مارديك مارديكيان الصراحه ما عجبني اليوم، ما كان بيومه ابدا، هو لاعب كبير اكيد ولاعب خبره للمنتخب، بس ضيع اكثر من فرصه وتحسه مرهق نفسيا وبدنيا، ما كان جاهز ابدا بالمباراة، كان بيومه أبدا ولا بتحسه كان جاهز للمباراة. أيضا شفنا خروج محمد عنز، نزول كامل الحميشي بالارتكاز، طلع حسين جويد كظهير، نزل يوسف محمد. يوسف محمد كمان شفناه لعب بمباراة بالودية، توقعته ليوسف محمد يكون أساسي بالمباراة، بس حسين جويد أفضل منه من ناحية بيخدمك هجوميا أكثر من يوسف محمد. يوسف محمد شوي لاعب ثقيل، مانو سريع ومهاره انه يطلع مثل حسين جويد. فبالمباراه بعد ما انت فايز 3-0 يوسف محمد بيخدمك بشكل منيح بالدفاع. هاي التغييرات ما غيرت النزعه الهجوميه للمنتخب، استمر منتخبنا بالضغط وخلق الفرص. منتخب المالديف كان متكتل كله دفاعيا، يعني 10 لاعبين كلهم بالدفاع مع الحارس باستثناء مهاجم واحد، كان عم ينتظر انه هجمه مرتده
منتخبون. بالدقيقة 71 كان في خطأ لصالح كامل الحميشي أثناء نزوله، ارتكبه مدافع المالديف، تحصل منتخبنا كمان على ركلة جزاء ثالثة اللي سجل فيها محمود المواس بالدقيقة 71 الهاتريك والهدف الرابع لمنتخبنا. هون المباراة تحولت لعبارة عن فرص ضائعة أكثر ما هي هجومية وتركيز. كان شوي المنتخب هون تشتت، كنا عم نشوف بطاقات صفر كتير، ثلاث بطاقات صفر، كان في طرد لمؤيد العجان، يعني أول خطأ كان ما في داعي له، يعني كان في نوع من المشاحنات، يعني أخذ منه بطاقة صفراء ما كان في داعي أبدا إلها. رجع مؤيد بلقطة هجومية لمنتخبنا، حاول إنه التمثيل على الحكم بإنه ياخذ ركلة جزاء، الحكم كان قريب من اللقطة وتعرض مؤيد العجان للبطاقة الصفراء الثانية والطرد. خسر مؤيد العجان بالمباراة القادمة وهي مهمة كثير مع أغوام، لاعب مهم جدا للمنتخب رح نخسره، يعني انطرد من لا شيء، من انطرد من يعني ما كان في داعي للأخطاء اللي ارتكب. نبيل معلول طلع محمود المواس تبديل، نزل ريحانية بالدقائق الأخيرة، ريح المواس وكونه ضمن المباراة بنتيجة 4-0. فخوف على اللاعب إنه من إصابة، حاج المنتخب عنده هلا إصابات كتير وغيابات كتير بالمباراة القادمة. شفنا كمان العالمي عم يضيع وقت، أخذ صفرة وأخذ الميداني كمان تضييع وقت صفرة، يعني في بطاقات بالجملة كانت من أسباب ما في داعي إلا. ما بعرف ليش هذا الأسلوب اللي عم يتحصل كان في منتخبنا على بطاقات صفر، وخاصة إنه عندنا غيابات كتير وصار عندنا إنذارات كتير وعندنا إصابات. مباراة بصراحة بشكل عام كانت تستاهل منتخبنا الفوز، مباراة فعلا تحسب للمدرب نبيل معلول، كنا عم نشوف التكتيك حلو، توزيع اللاعبين حلو، اللمسات حلوة، رغم غياب أسماء مهمة بالمنتخب مع هيك بتحس المنتخب كان قوي. بغض النظر انه انت عم تلعب مع جزر المالديف، يمكن الناس تقول لك انه جزر المالديف فريق ضعيف، جزر المالديف نحن لما كان المدرب فجر ابراهيم وبوجود السومة فزنا عليه 2-1، فهاي المباراة بصراحة تحسب للمدرب نبيل معلول كيف سير المباراة والتكتيك الحلو. إن شاء الله ناطرين إسا المزيد من المدرب نبيل معلول ومن المنتخب، التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا بالمباريات القادمة، وإن شاء الله التأهل للدور القادم ونفوز بالمباراة القادمة، وما بنحتاج لمباراة الصين. هلا منتخبنا متصدر حاليا ب 18 نقطة والمنتخب الصيني ب 10 نقاط. انتظروني دائما بحلقات جديدة، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك على الفيديو وتكتب لي كومنت تعليق برأيك بالمباراة، وأهم شيء تفعل زر الجرس ليوصلك الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، واللي ما اشترك بالقناة تشترك بالقناة. إن شاء الله تبقوا بصحة وسعادة، والسلام عليكم.